هنبدأ نشرتنا الرياضية ببطولة أمم أفريقيا للشباب، واستقر الجهاز الفني لمنتخب الشباب على إجراء مران منتخب مصر الساعة 2:30 العصر على استاد الكلية الحربية، وده استعداداً لمباراة السنغال. ويقام مران منتخب السنغال للشباب الساعة 4:30 العصر على ملعب أحد الفنادق. الاتحاد الافريقي لكرة القدم اعلن موعد مباراة منتخب مصر ضد ملاوي في تصفيات كأس امم افريقيا 2023 في الجولة الثالثة والرابعة من مباريات دور المجموعات بالتصفيات الافريقية. وكشف الكاف ان منتخب مصر هيواجه ملاوي الساعة 9 بالليل يوم 24 مارس اللي جاي في القاهرة، وهتتلعب مباراة العودة في الجولة الرابعة من التصفيات يوم 28 من مارس المقبل. حدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني بالنادي الأهلي برنامج بدني خاص للعيبة خلال الفترة الحالية في ظل ضغط المباريات في دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري ومختلف البطولات اللي هيشارك فيها الأحمر. وبيستعد الأهلي لمواجهة سان داونز الجنوب إفريقي بكرة الساعة 9 بالليل على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا. فاز فريق كرة اليد بالنادي الأهلي على الزمالك بنتيجة 27-22 في إطار الجولة الخامسة في المرحلة الثانية من دوري المحترفين للموسم المحلي على صالة حسن مصطفى في 6 أكتوبر. البرتغالي فيريرا المدير الفني للزمالك عقد جلسة مع لاعبة الفريق في ملعب رادس الفرعي استعدادا للقاء الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا، وتكلم المدير الفني عن أهمية المباراة قدام الترجي وشدد على ضرورة التركيز من أجل تحقيق الفوز، وأكد على ثقته في قدرات لاعبة الفريق لتحقيق الهدف المطلوب. وشرح المدير الفني للفريق البرنامج التدريبي اللي هيتم تنفيذه، وده علشان الفريق يستعد بشكل قوي جدا للقاء المرتقب قدام الترجي. ونروح للكرة الأوروبية والدوري الأوروبي. وخسارة فريق ميتلاند الدنماركي المحترف في صفوفه النجم المصري إمام عاشور من فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي بنتيجة 4-0. بالنتيجة دي بيودع الفريق الدنماركي الدوري الأوروبي من ملحق دور 16 للدوري. اتأهل يوفنتوس الإيطالي لدور 16 من بطولة الدوري الأوروبي، وده بعد فوزه الكبير على فريق نانت الفرنسي المحترف كمان في صفوفه النجم المصري مصطفى محمد بنتيجة 3-0، وده كان في اللقاء اللي جمع الفريقين في لقاء العودة من ملحق دور 16 من بطولة الدوري الأوروبي. كمان اتأهل نادي إشبيلية الإسباني لدور 16 من الدوري الأوروبي بمجموع لقائين الفريقين بنتيجة 3-2، وده بعد خسارته بنتيجة 2-0 من فريق بي اس اف ايندهوفن في المباراة اللي جمعتهم امبارح، وكانت مباراة الذهاب انتهت لصالح إشبيلية 3-0.